السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي في قناتي، قناة أحلى الأكلات. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبسعادة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض رز بالكبدة بطريقة جميلة جدا. عندي المكونات بتاعتي، طبعا الكبدة ديت كبدة بتاعت طيور أنا كنت عينها في عندي في الفريزر. عندي بصلاية متوسطة متقطعة مكعبات، وعندي فلفلاية متوسطة مقطعاها مكعبات، ولو عندك فلفل ألوان ممكن تحطي. عندي نص مكعب من مرقة الدجاج، عندي هنا هو معلقة من الملح، معلقة من الكزبرة الناشفة، معلقة من الكمون، وربع معلقة من الكاري، وعندي كوباية رز اهي المصري عادي. شوف هنشتغل فيها ازاي. عندي كده هو حاطة حلة على النار وسايبة الحلة بتاعتي تسخن، هنزل عليها بمعلقتين كده هو من الزيت. هنزل عليهم بالبصلة، هندي تقليبة للبصلة بتاعتنا لحد البصلة بتاعتنا ما تدبل. وطبعا بما ان انا عامله رز يبقى اذا عايزه ميه لازم تبقى سخنه او مغليه، او لو عندك مرقه ممكن تحطي. فانا هنا هستخدم ميه، حط طبعا عندي هو الكتل الميه بتاعتي تسخن فيه وتغلي، ما ينفعش احط على الرز ميه بارده، ممكن اعلي النار سنه كده اهوت. هفضل اقلب في البصله بتاعتي لحد البصله بتاعتي ما تبدا تدبل شويه، مش عايزينها طبعا تاخد لون. البصله بتاعتنا زي ما احنا شايفين اهي خلاص زبت وبدا لونها يشف. هننزل بقرن الفلفل مقطع مكعبات، مش هننزل بمكعب المرقه دلوقتي، هنستنى عليه شويه. وهنقلب برده كده اهوت مع بعض لحد برده الفلفل بتاعنا ما يبدا يدبل. أكلة سريعة وخفيفة جدا وجميلة. ممكن تستغني عن الكركم، ممكن تستغني عن الكاري وتحطي مكانه كركم، أو ممكن تحطي مكانه زعفران على حسب النكهة اللي انت بتحبيها وتفضليها. ممكن تخليه رز أبيض لو انت برضو مش عايزة تنكهيه بأي نكهة أو مش عايزة تديله لون، ممكن تشتغلي بنفس الطريقة وتخلي الرز بتاعك أبيض، متحطش اي حاجة من الحاجات اللي بتدي الوان. هستنى على الفلفل بتاعي برضو كده هو يدبل. الفلفل والبصل اهم بدأوا يدبلوا كده هو مع بعض، هبدأ انزل عليهم بالكبدة بتاعتي. وهنقلب هنقلب تقليبتين لحد اللون الكبده الني دوت ما يمشي منها. الكبده طبعا من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت طويل في استوى، لو انت عايز تحطي قوانص برضو ممكن تحطي، انا عندي بس هنا ما بنحبش القوانص، فلو انت بتحبيها يعني عايزه تحطي القوانص، بس في حاله ان انت حطيتي القوانص بتنزلي القوانص الاول، لان القوانص من الحاجات اللي بتاخد استوى اكتر وبتاخد وقت يعني في استوى اكتر من الكبده، فبتنزلي القوانص الاول وبتديها بعدين حوالي ربع كوبايه من الميه وتسيبيهم يغلوا كده هوت مع بعض غلوتين، وبعدين تبداي تنزلي عليهم بالكبده. انما الكبده طبعا بتسيب بسرعه وما بتاخدش وقت، فعشان كده بننزل بيها على طول. اهو كده هو بقلب كويس جدا الخلطه بتاعتي،
في الوقت دوت ببدأ أنزل بحوالي 4 فصوص من الثوم المفروم. وبنقلب كده لحد ريحة الثومة تبدأ تظهر. انا لسه طبعا منزلتش بالملح ولا بالتوابل ولا بالمرقة بتاعتي، وعندي المية على النار بدأت تغلي. هنقلب كده هوت مع بعض لحد ريحة الثومة تبدأ تظهر معانا. خلاص ريحة الثوم ظهرت خلاص معانا، ببدأ انزل بالتوابل بتاعتي كلها، الملح والكزبرة والكمون والكاري. وزي ما قلت لك لو انت عايزه تغيري من طعم الكاري صغيره، تحطي كركم، تحطي زعفران على حسب راحتك. بنقلب كده هو كويس، وبننزل بنص مكعب المرق اللي عندنا بالشكل دوت، وبنقلب الخليط. في الوقت دوت هبدا انزل عندي كوبايه الرز بتاعتي. ونبدا نعلي النار شويه، وهنقلب الرز بتاعنا مع الخلطه اللي احنا عاملينها، الخلطه الجميله ديت، لحد الرز بتاعنا ما يبدا يتغلف كويس جدا بالماده الدهنيه الموجوده معانا اللي هي الزيت، ويبدا يدخل كده هو يغير يعني لونه برده، ويدخل في اللون الشفاف. هنديله تقلبتين كده هو، مش هنستنى عليه كتير. هقلب الرز بتاعي كده هو، وارجع مع بعض نشوف المرحله اللي احنا عايزين نوصل لها ايه. فضلنا نقلب مع بعض كده اهوت لحد ريحة التوابل ما بدأت تظهر، وتحمصت التوابل بتاعتنا وريحتها ظهرت علينا، وفي نفس الوقت الرز كده اهوت اتشمع واخد من المادة الدهنية، اتغلف كويس جدا عشان اضمن ان الرز بتاعي يبقى مفلفل وجميل. في الوقت دوت طبعا هبدأ انزل عليه بالمية المغلية، ولازم تبقى المية مغلية. طبعا عارفين المعيار بتاع الرز ان احنا يدوب المية بتاعتنا تغطي المقدار بتاع الرز بمقدار 1 سنتي بالشكل دوت اللي احنا شايفينه كده اهو. كده هنسيب الرز بتاعنا، بتظبطه طبعا الملح بتاعه على حسب ما انت عايزة. انا الطعم دوت بالنسبة لي مظبوط، بس انت دايما ما تنسيش ان انت تدوقي الاكل بتاعك قبل ما تظبطيه، لان الرز بتاعنا لو هو كان طعمه عادم ما بينفعش ان احنا نعالجه بيه. لو حطينا عليه ملح يعني لو رشينا ملح اثناء الاكل ما بيبقاش طعمه جميل، وفي نفس الوقت اللي طبعا كان مالح مننا برده مش هنعرف ان احنا نعالجه. فالرز من الحاجات الاساسيه اللي انت لازم المفروض تدوقيها قبل ما تقفلي عليها وتسيبيها تتشرب. برده هندوق كده اهوت، طعم بالنسبه لي مناسب جدا والطعم جميل. كده اهوت هنسيب الرز بتاعنا لحد ما يستوي ويخليه يغلي على نار عاليه، وبعدين بنبدا نهدي عليه النار، او ممكن تنزليه على نار واطيه. بيستوي الرز، بياخد سوى الرز العادي، وطبعا الكبده يعتبر شبه مستويه. هسيب الرز بتاعنا كده اهوت ونغطي عليه ونسيبه لحد ما يستوي ونشوف الشكل النهائي بتاعه ايه. الرز بتاعنا خلاص استوى زي ما احنا شايفينه، وغرفناه في الطبق. شايفين طبعا شكله جميل جدا وشكله يفتح النفس، وكمان طعمه احلى من شكله بكتير جدا. ما خدش معانا وقت في السوى، اخد معانا حوالي ربع ساعة او تلت ساعة يعني وقت سوى الرز العادي، لان انا كل حاجة حطها فيه مستوية. وعندي كده هوت الكبدة شبه كانت مستوية، وحتى البصل وحتى الفلفل والثوم وكل الحاجات اللي عندي كانت مستوية. ممكن تعملي عندك قوانص بتحطيها، وعندك قلوب بتحطيها، بس في حالة ان انت حاطة قلوب او حاطة قوانص، القوانص والقلوب من الحاجات اللي تاخد وقت شويه في السوى اكتر من الكبده. بعد ما بتدبري البصله والفلفل والثوم كده اهوت مع بعض، وبتنزلي بالقوانص وتديهم تقليبه مع بعض على النار، بتبداي تنزلي عليهم في حوالي ربع كوبايه من الميه، وتسيبي القوانص والقلوب بتاعتك تستوي كويس جدا. وبعد ما تتاكدي ان هم بداوا يدخلوا في السوى، بتنزلي عليهم بالكبده بتاعتك وتبداي تقلبي، وتبداي تكملي الوصفه بتاعتك عادي جدا، لان الحاجات دي بتاخد وقت في السوى اكتر من الكبده. لو انت برضو عايزه تستبدلي الكاري بالكركم ماشي معايا، دي بيديكي نتيجه حلوه وبيديكي نتيجه مرضيه، بس طبعا الكركم من الحاجات اللي بتبقى ليها نكهه عاليه شويه، فهتغير معاكي من طعم الرز والنكهه بتاعه الرز. ممكن تستبدلي برضو بالزعفران، بيديكي برضو لون مختلف ونكهه مختلفه.
لو انت عايز تعمليه برضو ابيض وتستغني عن الكركم او الكاري او ايا كان اللون اللي احنا حاطينه، برضو بيديكي نتيجة حلوة. طبعا الكلام ده كله بيرجع لذوقك وعلى حسب اللي انت بتحبيه وعلى حسب اللي ولادك بيحبوه. طبعا طعم الرز بتاعنا هنا واخد من طعم التوابل ومن طعم البهارات ومن طعم الكبدة الجميلة جدا اللي احنا عاملينها. وصفة جميلة جدا، وصفة مغذية وسريعة واقتصادية، بتعمليها من بواقي الكبد والقوانص والحاجات اللي بتبقى عند الفايضة، بتعينيها كده هوت في الفريزر وبتخرجيها في يوم، بتعملي منها طبق جميل جدا، طبق مشرف لا غنى عنه بصراحة في العزومات، بيشرفك قدام ولادك وبيشرفك كمان على السفرة اللي انت حطاها عليه. طبق جميل جدا، ممكن ترش عليه مكسرات، ممكن ترش عليه زبيب، دوت بيرجع لك وحسب ذوقك وحسب الامكانيات اللي هي متوفرة عندك في بيتك. ودي كانت وصفة النهاردة، اتمنى ان انتم تجربوها، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة، اعملوا لي لايك وشير، وإلى اللقاء في فيديوهات تانية إن شاء الله.